ورجعنا بعد الفاصل والحلقة والفقرة النهاردة هي فقرة خفيفة وفقرة بنتكلم فيها عن الفن. الفن هو موهبة ولغة استثنائية بيقدر البني آدم ان هو يعبر فيها عن نفسه. الفن له أشكال كتيرة جدا، غنى، إنشاد، وتمثيل. زي النهاردة ضيفتي ضيفة استثنائية، هي فنانة صاعدة وناشئة بدأت السلم من أوله زي ما بيقولوا. ضيفتي النهاردة الفنانة ساندي، بنت محافظة الأهلية، مدينة المنصورة. اهلا يا ساندي، اهلا بيك، منوراني، كل سنه وانتي طيبه وعيد سعيد عليك. منورك يا عمر، مبسوطه ان انت معايا النهارده في تاني يوم العيد. وانا كمان قوي، شكرا قوي لاستقبالك الجميل ده يا رحاب، وكل سنه وانتي طيبه. انت طيبه، كل سنه والامه المصريه بخير يا رب يا رب. احكي لي يا ساندي بقى، انت عرفتي منين انت موهوبه بالتمثيل؟ بصي الاول كده انا عايزه اقول لك ان انا مولوده في التمثيل من وانا صغيره. وانا صغيره بحب اتفرج على الافلام قوي، بالذات الافلام العربي القديمه. ماما دايما كانت تدخل تلاقيني فاتحه التلفزيون على روتانا سينما زمان كلاسيك. يا بنتي في ايه؟ امي انا بحب التمثيل، انا بحب الفن. عايزه تطلعي ممثله؟ اه عايزه اطلع ممثله. لا يعني البيت اصلا كان رافض مبدا ان انت تبقي ممثله؟ كانوا رافضين تماما تماما. جيت لحد وقت معين في حياتي حسيت ان انا عايزه انطلق. لا عايزه تكوني انت، عايزه اكون ساندي، عايزه اكون انا بحب التمثيل، دي حاجه بحبها، بحب اللايتس، بحب، عايزه اكون نجمه، بحب الممثلين، بحب الفن جدا. بتحبي الفن ليه؟ بصي مفيش حاجه اسمها بتحبي حاجه ليه، انت انا بحب الحاجه دي بس كده. الحب ملوش سبب، انا بحبها، بحبها جدا جدا، واتمنى يا رب في يوم من الايام ابقى حاجه كبيره فيها. يعني اول حاجه صعبه واجهتيها رفض الاهل ان انت تبقي ممثله. ايوه. قدرتي انت تتعديها ازاي بقى؟ بصي يا ستي، اولا انا بقالي سنه في القاهره، جيت من المنصوره للقاهره، كان في رفض تام جدا جدا من الاهل، بس انا حاولت اقنعهم، فهم قالوا لي خلاص خدي فرصه شهر او اتنين، روحي اعملي اللي انت عاوزاه خلاص. بس طبعا اهلي واثقين فيا جدا وعارفين ان انا كويسه جدا، والحمد لله يا رب انا بشكرهم جدا على الثقه اللي هم ادوهيني. المهم وصلت القاهره بقالي فيها سنه، اتمرمطت حرفيا، اتمرمطت. تنقلي من بلد لبلد، من منطقه لمنطقه، مش حاجه سهله ومش حاجه صعبه. مش حاجه سهله لان انت بتقابلي مجتمع مفتوح، بتقابلي عادات وتقاليد تانية، حاجة غير اللي انتي يعني اتربيتي عليها. بلس ان انا كنت جاية في رمضان، فشفت كان في حر وفي ضغط وفي كل حاجة. اول بدأت حاجة ازاي في التمثيل يا ساندي؟ بصي اول ليا صديق اسمه عبد الله ابراهيم، ده مخرج ومؤلف. اتعرفت عليه برضو هنا في القاهرة، قال لي، قلت له انا بحب التمثيل. قال لي بتحبي التمثيل؟ قلت له اه بحب التمثيل جدا جدا جدا. قال لي خلاص يا ستي تعالي معايا في مسرحية بيعملها، كانت اسمها المشرحة، وعمل كمان واحدة اسمها نجم الدولة، أنا اشتركت معاه في الاتنين. قال لي برافو عليكي. هو برضو ليه أصحاب في مسرح الدولة، فقالوا له تعالى في مسرحية. يعني أنت بدأتي الطريق عن طريق المسرح، مسرح بالذات مسرح الهواة اللي هو الإنتاج الذاتي. وعايزة أقول حاجة، مسرح الهواة ومسرح الإنتاج الذاتي مش حاجة وحشة ومش حاجة قليلة، بالعكس دي نقطة البداية إن أنت توصل لحاجة كبيرة. بالظبط كده. هو على الشاشه دلوقتي في فيديو ليكي بتاعي، مسرحيه اللي هي مسرح العيب اللي انت قلتي عليها، ومسرحيه حب رايح جاي. حب رايح جاي دي كانت اخراج مين واشتركتي فيها ازاي؟ استاذ اخراج، استاذ الكبير العظيم ياسر صادق. اشتركت فيها عن طريق صديقي برضو عبد الله ابراهيم، قال لي تعالي معايا في مسرح، هو ليه علاقات كبيره جدا لانه في المجال بقاله كتير، فقال لي تعالي معايا ساندي المسرح، هم عاوزين ناس وجوه جديده. رحت والحمد لله كان ليا الحظ ان انا اتقبلت. المسرحية دي كانت مع أستاذة ميسرة وأستاذ أحمد صيام وأستاذ رشوان توفيق وأستاذ ميدو عادل ودنيا عبد العزيز، يعني ناس كبيرة جدا. وكان في برضو نجوم شابة صاعدة، رشا أبو سعود وأحمد أبو الحسن وناس كتير جدا. الناس دي أنا بحبها جدا وبحترمها جدا، وبتقدم فن جميل جدا، وعايزة أقول لك إن شاء الله يوم مستقبل بيها. أنت عملتي اختبارات عشان تخشي المسرحية والحمد لله قبلوكي؟ الحمد لله. وكان لي الحظ كمان أنا اتقبلت فيها، وكونت صداقات هناك جميلة جدا، وناس نظيفة وناس كويسة، ويعني ناس محبوبين جدا. كان في روح محبة وفي روح طبعا صداقة ما بينكم. عايزة أقول لك أهم حاجة في أي عمل، فكره عمل لازم يبقى فيه صداقة. صح، دي أهم حاجة، غير كده تلاقي العمل بصي طالع وحش، حتى الورق كويس والإخراج كويس، لو ما فيش روح في العمل مفيش شكل. احكي لنا عن دورك في المسرحيه. بصي هو انا دوري كنت طالعه ست، مش انا قاعده طيبه وهاديه وشكلي كيوت، كان دوري في المسرحيه دور ست، استغفر الله العظيم، يعني عايزه اقول شرشوحه. فكنت بتشكل مع ميسره ودار بينا حوار كبير، وكنت رايحه اخد منها القسط بقى بالجلابيه البلدي والملايه
استفدتي ايه من تجربتك في المسرحيه مع النجوم؟ اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت المسرح صح. انا كنت في مسرح الهواء بيعلموني حاجات جميله جدا، في مسرح البروفيشنال اتعلمت ما اخافش خلاص، انت مجرد انت تقفي قدام استاذ رشوان توفيق العملاق الكبير تاريخ، فتحسي ان انت لا لا خلاص انا مش عايزه امثل. فاتعلمت الصبر، اتعلمت حاجات كتير جدا في المسرح، اتعلمت اساسيات في المسرح كتير. اهو طموحك في الفن. بصي الانسان عموما كل يوم بيتولد، كل يوم بيعيشه، فبيتولد معاه طموح جديد فوق طموح اللي هو حاطه في حياته. انا ابسط طموحي في الحياه واعلاهم كمان في الحياه ان انا يبقى لي تاريخ كبير قوي في الفن، ابقى ممثله كبيره وحاجه جميله زي فنانه يسرى، فاتن حمامه، وابقى جميله جدا في المجال، اتمنى يعني. ان شاء الله يا ساندي هتبقي احسن وهتحققي طموحك وهتوصلي اللي انت عايزاه. طول ما انت عندك طموح، طول ما انت هتقدري، وبنم صوتي لصوتك واقول لك انت نعم تستطيعي طبعا، وبما انك نعم تستطيعي فبرنامج نعم استطيع اقدر ان انا اواجه مشكلتي، اقدر ان انا احقق طموحي. مفيش حاجه اسمها لا، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش، حاجه اسمها ان انا اكون عندي ايمان بنفسي، عندي ايمان بطموحي وايمان بربنا سبحانه وتعالى ان هو يقدر يحقق لي طموحي. احب اشكر بس في الاول اهلي واصحابي والناس اللي وقفت معايا وانا في القاهره، احب اشكرهم جدا يا رب، وربنا يخليكم لي. ربنا يخليهم لك. كل سنه وانت طيبه، نورتيني النهارده يا ساندي. برنامج نعم استطيع بيتبنى المواهب، بيتبنى فكره، بيتبنى اي مشروع. لو عندك موهبه، عندك فكره، عندك مشروع، عندك مبادره، تقدر تتواصل معانا، وارقامنا ظاهره على الشاشه دلوقتي. اتمنى تكون الحلقه النهارده عجبتكم، وضيفتي نورتيني النهارده يا ساندي، واقول لاماني غزاوي انت نورتيني النهارده، ومبروك عليكي ان انت ان شاء الله تبقي موجوده معانا في الحلقه الاسبوع الجاي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، اتمنى اكون خفيفه عليكم. باي باي.